السلام عليكم يا شباب. هنبدأ إن شاء الله المحاضرة الأخيرة في الكورس بتاعنا. المحاضرة دي يا شباب إن شاء الله هتكون خفيفة ومهمة جدا. هنتكلم في 5 محاور. المحور الأولاني هنتكلم في الكيس ستادي اللي هي التراديشنال البرايس بير يونت. المحور الثاني هنتكلم في إعدادات الطباعة، إزاي تطبع الملف والكلام ده. المحور الثالث هنتكلم في عمل الابديت. طبعا هي هتكون محاضره دسمه شويه بس لازم هنقفل النهارده قبل العيد ان شاء الله. يعني المحور الثالث هتكون عمليه الابديت، يعني طبعا كانت المفروض تكون في محاضره على الايرنت فاليو او الاي في ام، ولكن معلش للاسف يعني ما فيش وقت. هنعرفك يعني ازاي هي الانديكيشن بتاع الاي في ام، وممكن ان شاء الله ممكن في الكنترول. قبل ما نبدا في الكنترول، في قصه الكنترول هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. المحور الرابع هيكون عن اللهم صل على الحبيب المصطفى، هيكون عن ازاي تذاكر الكورس، ازاي تذاكر الكورس. المحور الاخير هيكون اجابه الاسئله. يبقى كده 5 محاور. هنبدا على بركه الله في المحور الاولاني وهي الكيس ستادي، ويعتبر ايه واخد النصيب الاكبر النهارده في المحاضره. دلوقتي عندنا الطريقه التقليديه في البي او كيو، اللي هي ايه بقى؟ عندي مثلا البي او كيو، لو نيجي نتكلم عن الكفر الاول بيتكلم على اسم المشروع، بتلاقيها بنفس الطريقه كده، اسم المشروع، معلومات عن المشروع، بعد كده وصف برضه في المشروع واعدادات الجداول. نفس القصه، جداول مختصره في المنطقه وتاريخ الاصدار وملخص والكلام ده كله. المحتويات بيتكلم مثلا، يقول لك الجدول الاولاني بيتكلم عن ايه، الجدول رقم 6 مثلا بيتكلم عن اناره الشوارع، الجدول رقم 7. دي طريقه البي او كيو التقليديه اللي حضرتك ايه بتلاقيها، غير البي او كيو، غير البي او كيو اللي كانت بند واحد عندنا، دي طبعا بتلاقيها بي او كيو كبيره جدا. ويقول لك مثلا جدول رقم 8 بيتكلم عن ميه الشرب، جدول 9 شبكه الري، وهكذا لحد ما ايه جدول برك تجميع مياه الامطار اللي هو السيول. وبعد كده بقول لك الملخص. بنفس القصه المحتويات ده بتلاقيها هنا، مثلا اناره الشوارع، الطرق، الاتصالات، الميه، الصرف الصحي. ناخد بقى، انا هاخد بند واحد مثلا النهارده الصرف الصحي، وكل البنود نفس القصه. تمام؟ بتلاقي مثلا في الصرف الصحي وصف البند. كبر شويه. بتلاقي مثلا وصف ايه؟ وصف البند. يقول لك مثلا اعمال المواسير. اعمال الوسير، توريد وتركيب مواسير من البلاستيك. دي بقى ايه؟ حضرتك بتبدا تقراها انت كبلانر، وهقول لك تعمل ايه دلوقتي بمساعده المكتب الفني معاك في المشروع او في الاداره هناك. بيقول لك توريد وتركيب مواسير من البلاستيك، نوع المواسير كذا، لا تقل عن كذا، دي وصف عام للمشروع. النقطه الاهم بقى عندنا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اقطار المواسير، مواسير قطر كذا، مواسير قطر 150، مواسير قطر، ويبدا يقول لك ايه؟ خد بالك بقى، مواسير قطر 150 على عمق لا يفوق 1.5، وبعد كده 150 من 1.5 ل 2، وبعد كده 150 من 2 ل 2.5. تمام؟ وبعد كده اقول لك مواسير 200 نفس القصه، من متر ونص لمترين، وبعد كده من 2 ل 2.5، من 2.5 ل 3، من 3 ل 3.5، وانت ماشي كده ايه مواسير. اخطار كتير قوي. طب انا احطها ازاي في البرنامج؟ وبعد كده ندخل تاني، ده لسه تكمله البند بقى، مواسير قطر 250، مواسير قطر 300، مواسير قطر 300 عمق من 4 ل 6 متر، وبعدين كتب ايه يتم ترحيل شبكه الصرف الصحي الى التجميع. يعني لسه في كمان كلام تاني، يعني بيتكلم مثلا اعمال المواسير تابع بيوصف تاني في البند. يعني بتلاقي حاجات كتير قوي وبتقع في حيصه بايص، اعمل ايه انا كبلانر، اعمل الحاجات دي ازاي؟ يقول لك مثلا مواسير قطر 400 500 600 وكمل، مواسير قطر 600 عمق كذا. طيب وبعد كده يكمل تاني البند، ده لسه البند ما خلاص، اقطار مواسير تقريبا لسه فيه، اكواع دخل في اكواع، يعني خلاص يعني تقريبا ايه البند خلاص، احنا يتم ترحيل اعمال المواسير. بعد كده اتكلم عن غرف ومنهولات،
تمام، لسه معمل اعمال المنهولات خاصه برضو باعمال الصرف، بدا يتكلم ايه غرف منهولات مواسير قطر 1200، غرف منهولات على مواسير، يعني حاجات كتير قوي في التفاصيل. طيب انا دي بقى البرايس بير يونت، يعني بتلاقيها فيها تفاصيل. بعد كده اتكلم على المناهيل تاني، انا لسه عايز انا هشرح البند دي فقط، وكل اليوتيوب تمشي على هذا النظام، هتفهم الفكره مش اكتر يعني. لسه في حاجه تاني يتم لسه اعمال المواسير، دي بقى الردم، بدا يخش على مواد الردم تحت المواسير، مواد للفرشه الحبيبه او حصى مسحوق كذا مدموج جيد تحت وحول المواسير الاعماق، بيتكلم على الردم، الردم على المواسير، بيبدا ايه يتكلم، ودي اسعار، وخد بالك انا بنتكلم على ايه الوحده والكوانتيتي والسعر، طبعا البرايس دي مش مسعره، بس انا ايه معانا البرايس المسعره، تمام، السعر اهو، حتى السعر موجود هنا اهو، كويس ان دي مسعره، تمام يا باشمهندس. فتفاصيل كتير، ادا السعر واعمال المواسير، انا اشتغل ازاي يعني السؤال دلوقتي، وبعد كده خاص دخل بالصمامات، ده محط الضخ، كلمنا كمان عن محطه الضخ، انا دلوقتي بنراجع معاك عشان تبقى فاهم انا شغال ازاي، هنشتغل ازاي. الردم، احنا وقفنا عند الردم قبل ما نصغر الورقه، دي اسعار الردم، بعد كده محطه الضخ، بعد كده الصمامات والقطع للمحطه، وبعد كده تابع محطه الضخ، وبدا يحط ايه برضو تابع لسه في محطه الضخ، بيتكلم الهيكل الانشائي وتفاصيل لمحطه الضخ. السؤال بقى انا اشتغل ازاي، اعمل البرنامج الزمن ازاي؟ قبل ما بتبدا يا باشمهندس بتجيب المخطط، تمام، هي الفكره بسيطه جدا وسهله جدا، يعني الفكره بسيطه وسهله، هنجيب بس المخطط من هنا او اللوحات يا باشمهندسين، اللوحات اسف، يعني بتجيب اللوحه بتاعت المشروع، تمام، فبصيت انت بقى بتيجي باصص لقيت المشروع متكون من طرق، طريق واحد، طريق اثنين، طريق ثلاثة، أربعة، لحد ما بتوصل تقريبا لطريق 22. طيب برضو أشتغل إزاي؟ دي أول خطوة، يبقى أنت بتقرأ البي أو كيو، تاني خطوة بتدرس الموقع العام، ثالث خطوة والأهم بقى بتبدأ تكلف المكتب الفني، دي أنا بتكلم لو هتخطط بطريقة مظبوطة وصحيحة، تكلف المكتب الفني يعمل لك شيتات حصر. شيتات حصر، ايه هي شيتات الحصر؟ طريق، احنا اتكلمنا على اكتر من 10 انواع من المواسير واعماق حفر كتير، تمام، فبتيجي واقف، يجي هو تيجي واقف على طريق، على طريق واحد، هل طريق واحد ده فيه ال 10 اقطار؟ طيب هل في خمس اقطار؟ هل في سته؟ طب احط ازاي؟ فبيبدا تبدا تعمل كل طريق ما هي عدد الاقطار المواسير الموجوده في الطريق، وما هي المناهيل، وما هي اقطار مقاسات المناهيل والاعماق بتاعه المواسير. طيب بيتعمل ازاي؟ بيتعمل الكلام ده في شيت اكسل كده، بيجيبه لك المكتب الفني، نبدا نشوفه هنا، حصر، ايوه، بيبدا يجيب لك بقى يا باشمهندس شيت كده، ودي مش ستاندر، يعني دي حضرتك مش ستاندر، ممكن ايه تبدا تشتغل على اي نوع من الشيت، بس انا عايز في النهايه ادى الطريق، طريق واحد، طريق اثنين، طريق ثلاثه، وهكذا. طيب انا الشيت دي حتى انا مش عارف هو بيتكلم عن حصر ايه، يعني انا فتحته بالصدفه كده، المنهول بيتكلم على الدايمنشن، الصب جريد والصب بيز، يعني تكلفة كم عدد المناهيل الموجودة، في برضو في واحدة نتكلم على الصور، خلينا نتكلم على دي اللي هو بتاع الأقطار تقريبا، شوفوا كده مع بعض، أيوة دي بتاع الإيه، أقطار المواسير يا باشمهندس، عايز تعرف إيه هي المواسير الموجودة في الطريق، دي شغل المكتب الفني، بيبدا يحصر لك على سبيل المثال طريق رقم واحد، بقول لك ال 150، ال 150 مللي موجود طول قد ايه؟ موجود طول كذا، وانت معاك، انت معاك، خلي بالك انت معاك سعر ايه؟ سعر المتر،
فبتضرب بقى سعر المتر بيساوي ده في السعر بتاعه، سعر الوحده. طيب قطر 200 موجود بطول كذا 382، طيب في السعر بتاعه، فبيطلع لك ايه؟ انا عايز نوصل. رساله جت، يا ريت المحاضرين تكون المحاضره تكون قصيره لان المشاركين اقل من المعتاد لعدم الاعلان المحاضره. بص يا باشمهندس، هو عدم الاعلان دي هي، انا هنقفل النهارده، ما اعرفش هتكون قصيره، ان شاء الله هتكون قصيره ان شاء الله يعني، بس لا مش هتقل يعني، مش هتقل عن ساعه ونص، هنخلص لان انا لازم اخلص النهارده يا باشمهندس، هنقفل المحاضرات النهارده. فهنيجي بقى زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه بتعمل شيت بالطريقه ده، وكل مشروع عندك احنا اعمال صرف صحي يا باشمهندسين هيكون في الطرق، يعني ده حاجه اساسيه، فمعظم شغلك هيكون في طرق، وبالتالي الطرق لها ارقام والطرق لها اطوال، فبتيجي عامل ادا الطرق بتاعتنا من واحد تقريبا ل 24 في طريق 24، والبلان اللي عندي في طريق في 22، يبقى تقريبا 24 طريق، 24 طريق تمام. بتبدا يعمل لك حصر، يقول لك مثلا القطر مواسير قطر 150، 150 موجود من 166 وبسعر كذا، السعر ده جبته منين؟ انا معايا سعر ايه؟ معايا سعر الوحده تمام. طيب ومواسير قطر 200، طيب مواسير قطر 250 لا ما فيش، 300 ما فيش، 400 ما فيش، 500 وانت ماشي كده ايه، 600 ما فيش، خلاص ما عادش في ايه، ما عادش في حاجه في المواسير. يعني اذا طريق اربعه، طريق واحد اسف، خد ثلاث انواع من المواسير. يتبقى معانا ايه؟ يتبقى معانا الاعماق. الاعماق اشتغل على المتوسط، في الدفان تشتغل على المتوسط. ليه بقى؟ لانك انت لو اشتغلت على عمق مثلا 6 وعمق 2، لو كانت خاصة لو كانت الحفر قريب من بعضه، يعني لو لقيت في حفر مثلا 2 و3 و4 اشتغل على 3 متوسط، ايه متوسط ردم 3 متر تمام. اذا انا الاقطار اللي موجودة عندي في طريق رقم واحد ثلاث انواع من الاقطار. بعد كده بتخش على المناهيل الموجودة. ايه هي المناهيل الموجوده؟ موجود مثلا نوع، هذا اسم المنهول وبتكلفه كذا، ونوع تاني يقول لك ايه نورمال، والنوع اللي بعده بيتكلم على دي انواع المناهيل. بعد كده بتخش على البايب وورك، ايه الاقطار الفاي بتاعها، يقول لك مثلا الفاي بتاعها من 200 ل 300، بيبدا تبدا تعرف الشبكه، ايه اللي موجود في الشبكه، كم منهول موجود برضو. يعني اذا طريق اربعه، طريق واحد فيه نوعين من المناهيل، النوع الاولاني فيه اربع مناهيل، والنوع الثاني فيه ايه؟ فيه ثلاث مناهيل. طيب بتبدا برضو تشوف الديموليشن. طبعا ايه؟ هل في ديموليشن هيحصل؟ هيحصل في ديموليشن. ايه هو الديموليشن دي يا باشمهندس؟ ان كانت الطرق دي متسفلته قبل كده وهيبدا يتعمل لها قص. تمام، فهو دي عمليه القص، قص الاسفلت عشان تحفر. يعني في عمليه ايه؟ عمليه القص قبل الحفر. بعد كده بتخش في الدفان، ادي بقى ايه السب جريد، الكميه بالسعر بتاعها اللي هيتكلف. ما انت لما تيجي تقص في الاسفلت هترجع تدفن تاني، وعشان تدفن ولازم تعمل طبقه، ترجع طبقه الاسفلت زي ما هي، فهتبدا تشتغل ايه السب السب جريد والسب بيز والام سي 1 والام سي 2، يعني انت هتشتغل طبقه الاسفلت. يبقى اذا من اول هنا القص، وهنا عمليه الايه؟ عمليه الاسفلت. وفي الاخر خالص البي بي سي اللي هي طبقه الايه؟ الاسفلت. بعد كده جمعت ايه؟ التوتال كوست. مين بيعمل الفكره ده؟ دي المكتب الفني. طيب بيعملوا ازاي؟ بيعملوا بناء على رؤيتك انت بتقعد تمام؟ وكل مشروع يا باشمهندس، كل مشروع له حالته، له وضعه الخاص. كل مشروع له ظروفه الخاصه تمام. يعني انت ممكن ما تلاقيش الثلاث بنود، شويه البنود الاخيره من اول الديموليشن لحد الاخر دول ممكن ما تلاقوهمش. ليه؟ لو كان المشروع جديد، او لو كانت الطرق لسه مش اسفلت، طرق لسه جديد بكره هتحفر فيها، اذا عمليه الديموليشن مش موجوده، بس الاسفلت هتكون كميته اكتر طبعا، لان هنا طبعا انت ايه، مكان ما بتقص هو بترجع الحاجات دي، يعني مكان ما بيحصل الديموليشن بترجع الحاجات دي. بتبدا تقعد، يعني انا افتكر في المشروع دي طبعا قديم قوي تقريبا بقاله، عشان كده انا مش فاكره واول مره افتحه بصراحه معاكم. قعدنا افتكر قعدت ثلاث ايام عبال ما
وصلت الفكره دي للمكتب الفني، انا عايز بالطريقه دي. هل الطريقه دي ستاندر؟ نوعا ما ستاندر، بس ما تخ... انت ممكن تبع حاله مشروعك هتتغير. يعني ممكن ما يكونش فيه، ممكن يكون في قطر واحد موصوله، خط رئيسي، خط رئيسي مثلا، خط طرد رئيسي، فالقطر واحد والقطر ثابت، فدي هيريحك. ممكن ما يكونش فيه غير قطرين اثنين، فدي برضه هيريحك. ممكن تكون عمليه الاسفلت زي ما قلت لحضراتكم مش موجوده، فدي ايه بتريح. تبدا بقى ايه، تبدا تعمل على كامل الموضوع دي على كل الطرق. يبدا المكتب الفني يعمل لك كل الطرق. لاحظ طريق اثنين ايه، في ثلاث انواع تقريبا من الاقطار، والاقطار الثانيه ايه مش موجوده تقريبا، الاقطار الكبيره ايه نادره شويه يعني مش موجوده غير مثلا في طريق سته وسبعه. بعد كده ادى اقطارها هي موجوده في طريق مثلا طريق 11. تبدا تعمل البرنامج بتاعك وتشيك على الارقام دي 100%، عشان انا عندي البادجت التوتال كوست لازم تبقى متقفله معايا صح. وصلت؟ لو تفتكروا انا من زمان قلت لكم انا يهمني اربع حاجات، الحاجه الاولى هي النشاط، الحاجه الثانيه هي الكميه، الحاجه الثالثه هي التكلفه، الحاجه الرابعه هي معدل الانتاج عشان تجيب العمال. يبقى اذا اربع عوامل رئيسيه لازم نهتم بيهم انا كبلانر. انا عايز اسم النشاط، الكميه اللي موجوده قد ايه، التكلفه الكوست قد ايه، معدلات الانتاج في النشاط دي او البند دي قد ايه عشان نقدر نوصل للمعدات. تمام، انا بدي كله عايز نوصل للكلام ده، عايز نوصل للشيت بتاعنا الظريف اللي احنا بنيناه مع بعض. حضرتك لو وصلت، لو وصلت للفكره ده، لو وصلت للجدول ده، ولو انت عايزينه يا شباب ابعته، يعني لو حضراتكم ممكن ابعته لكم، مع ان نتواصل بس مع المهندس اسامه ونبقى نبعته لكم تاخد عنه فكره يعني. والكيس ستادي الثانيه برضه والاكسل شيت الثانيه هبعته لكم، اللي بشرحه النهارده هبعت لك الماتيريال بتاعه. تمام؟ طيب حولت، انا حولت البي او كيو للطريقه ده، عرفت كل طريق، كل طريق هنا ايه هي الاقطار اللي موجوده فيه، وايه هي عدد المناهيل اللي موجوده. لاحظ ان باللون الاخضر، اللون الاخضر اللي عامله زي الايزوليت فوتيك ده، اللي هي المناهيل اللي موجوده. يعني مثلا طريق اربعه فيه تقريبا منهولين، وطريق مثلا ثمانيه في ثلاث مناهيل. فالحصر جاء، انا عرفت كم عدد المنهول وايه هي انواع المناهيل عشان ما تتوهش، عشان ما تتوهش. لانك لو بدات تشتغل على كل قطر والكلام ده كله هتتلخبط وهتتعجل. لازم الحصر، يبقى اذا في البرايس بير يونت يبقى لازم حصر ممتاز جدا عشان ونعرف كل طريق ايه هي الانشطه اللي موجوده فيه. تمام، وصلنا، وصلنا حضراتكم، عرفنا كل انواع كل طريق فيه ايه هي الاقطار، وصلنا للاكسل شيت الظريف بتاعنا اللي احنا بدانا نتكلم فيه النهارده ده. بعد كده بتبدا تنتقل للشيت اللي احنا اشتغلنا عليه وحضراتكم ايه اكيد بقيتوا خبره فيه. انفريز. بتبدا بقى ايه تعمل الاربع حاجات اللي احنا عايزينهم. ايه هو النشاط؟ ادى اسم النشاط، ادى كميه النشاط، النسبه طبعا هتكلم دي ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت، هتكلم عليها دلوقتي، الكوست والمعدل عشان نقدر نجيب ايه، نجيب بقى ايه العماله. طبعا الجزء الاخير دي ثابت عندكم واكيد حافظينه وحافظين شكله، اللي هي الان سكيلد والسكيلد والالكتريشن والبلمبر يعني ايه من الاخر كده المعدات والعماله. تمام، نتكلم على نشاط ادا هو ادا بيقول لك ايه، ترانش اكسكافيشن اند انسبكشن لطريق الار. وطبعا انتوا عرفتوا الكود، عرفتوا وعارفين الكود وشارحينه مع بعض ازاي نعمل ايه، ازاي نعمل يونيك، وعرفتوا فايدتها في الكورس اللي فات دي، انا مش ايه مش هستطرق ليها. فبقول لك ار طريق 1 اس دي خاصه بايه، بالثور ايه الثور سيستم اعمال الصرف. طيب ايه هي الحفر، انا هحفر كام، هحفر طبعا انا شرحت لكم دي كان خاص بالمواسير، نفس القصه هتعمل في الحفر، هتعمل في تعمل حصر للديموليشن، هتعمل حصر اعماق الحفر والكلام ده كله، هتوصل لكل حصر. تمام، وصل للكميه. طيب الكميه ده 100% ولا متكسره على، يعني اذا البند هنا كامل، البند لما تلاقي الرقم 100% اذا البند مش متجزأ على جزئين،
البند متاخد اعمال تنفيذ. انا لاحظ في عندي نسبتين، نسبه للكميه ونسبه للاماونت، تمام. الجزئين اللي جداد علينا في الكورس اللي في الشرح اللي فات، احنا خدنا فيه وقت كتير، الجزئين دول ودول اللي انا هركز عليهم. اما الباقي حضراتكم ايه اكيد عارفينه وبقيتوا كويسين فيه. طبعا بتكون مركز على اليونت. هناك كانت عندنا اليونت تقريبا مسطح لان كان المشروع لم بصم، هنا اليونت بتختلف. احنا عمليه الديموليشن، الديموليشن كانت بالمتر المسطح، بالمتر المسطح في طول الطريق. طيب هي واخده ليه، واخده ليه، واخده 30%، تمام. ليه واخده 30%؟ لاحظ انا هنعمل اللون ده باللون الاحمر عشان نراجعوه مع بعض، ولاحظ هنا بقت 70% اهي. بص 30 و70 100%. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لان يا باشمهندس انا عندي الطريق فيه قطرين من المواسير، والديموليشن جاي لي بالمتر المسطح على بعضه كده. طيب كم تمثل القطر؟ يا رب الناس تكون بس فاهمه معانا عشان انا ما بعملش عملي، فلو حد مش فاهم يا شباب يبعت لي وركز، انا متابع الرسائل. في عمليه الدوميليشن انا حطيت في قطر 150، هذا الطريق ال 150 طبعا بدات نقول له ايه بقى، ودي بتبقى دبليو بي اس يا باشمهندسين، دي بتكون الدبليو بي اس، تمام، ودي بتكون برضو دبليو بي اس. النشاط اهو، النشاط اللي هيروح للبرمافيرا، واكيد عرفنا الحاجات دي، دي النشاط اللي هيروح للبرمافيرا، تمام. في عمليه الديموليشن اوف اكزيستنج رود، عمليه الديموليشن للطرق القائمه هنا 30%، لان قيمه الشبكه، قيمه المواسير ال 150 وزنها او تمثل 30% من اعمال الطريق، تمام. وبالتالي هي خدت الحفر ثابت في الاثنين، هو حط في البيو كيو قال لك اعمال الديموليشن بالمتر المسطح كذا، فحط لك سعر المتر المسطح. طيب الديموليشن في الطريق ده بتمثل، طب انا معايا ايه، معايا الكميه كلها، فبنقول ايه مثلا اعمال الديموليشن في الطريق ده بتمثل 30 في القطر 150 هياخد نسبه 30%. طب النسبه دي بتجيبها منين؟ من الحصر ونسبه وتناسب، من الحصر بتاعك ونسبه وتناسب. اهم حاجه بتبقى ايه، مقفل ادي 30 و70 ادي 100%. اذا البند انا خدته كامل كده في البيو كيو. طيب بالنسبه لاعمال الحفر لل 150، اعمال الحفر 150 100%، اللي بعده البيدنج الليفلنج 100%، انسولي كذا كذا إيه، اعمال ايه بقى، والويرنج تاب والكلام ده كله، وانسوليشن والجويننج والالاينمنت، يعني نفس ايه، نفس حتى تقريبا نفس اسماء تسميه بتاعه الشيت الاولاني او بتاعه الكيس ستادي الاولانيه. بيتبقى عندنا ايه، النسب اللي هنا، تمام. دي طبعا 30 و70، اذا نفس الوزن في التكلفه، نفس الوزن في الاعمال، فما فيش اختلاف. هنلاحظ بعد كده ايه، اعمال الحفر واخده 100%، الحفر واخد كام؟ واخد 20%. الله، طب ايه 20%؟ ونيجي بعد كده نلاقي برضو في و20، تعالى بقى نعلم على دي بالاحمر كده، اللي هو نسبه الفلوس. يبقى دي نسبه دي النسبه الخاصه بالكميه، والثانيه النسبه الخاصه بالفلوس، تمام. في اقطار ثاني نفس، احنا لسه في طريق، هذا طريق طريق واحد الاقطار. بنتكلم بقى بعد كده يا باشمهندسين عن ان اول حاجه البي او، البي او ابروفد، الحته دي الاولانيه اللي نسيت اتكلم عليها، الشويه الاولانيين دول خاصين باعتماد الماتيريال، ولاحظ ان هم متوزعين 10 20 20، اذا 50%. طب ال 50% دي جت منين؟ 50% دي جت باتفاق مع المالك، بيقول لك ان انت الماتيريال عليها 50%، تمام. لما بتعمل البي او البرشيز اوردر، وبعد كده البيمنت كونفورميشن اللي هو التحويل، يعني اشعار التحويل البنكي الخاصه بالماتيريال، وبعد كده لما تورد لي الموقع. فاذا تكلفه قطر المواسير ده في 50% من سعره مبني على التوريد، تمام، و50%
من الباقي مبني على مبني على ايه؟ مبني على الحفر، تمام، مبني على الحفر ومبني على الانسوليشن والجوين الاينمنت، ومبني على الويرنج تاب الخاص. اذا كان هنا انا عمال افتكر بس ان انا ما فتحتش المشروع دي قبل كده، فكانت النسبه خاصه بالقط المواسير متحمل عليها. لو تلاحظ بقى تفتح البند بتاع المواسير بقى هيقول لك ايه سعر القطر مثلا كذا، والبند يشمل توريد المواسير والحفر والردم، تمام؟ يعني البند يشمل توريد المواسير والحفر والردم. اذا انا بنبدا نوزع النسب دي. طبعا قال لك التوريد 50% والحفر والتركيب، البند يشمل الحفر والتركيب والردم، الحفر والتركيب والردم 50%. اذا 50% دي 20 و20 و10 وال 50% الاولاني، اذا تكلفه البند 100%. بتبدا انا عايزك بقى تعرف ايه الفكره الاساسيه ماشيه ازاي، وبالتالي طلعت تكلفه ايه تكلفه البند نفسه. احنا لو فتحنا هنا ممكن بس إن عشان لزياده التاكيد نشوف الوصف بتاع البند، هتلاقيه يقول لك ايه اعمال المواسير قطر كذا كذا، والبند يشمل الحفر توريد وتركيب المواسير. اهوت لو تلاحظ هنا ايه البند يشمل ايه، يقول لك ايه توريد وتركيب مواسير من البلاستيك المسلحه كذا كذا كذا، متطلبات الجهه واعمال الردم تحت المواسير وحولها. اذا البند ايه، البند شامل ايه، شامل التركيب والردم والكلام ده كله. فبتبدا توزعها نسبه وتناسب. انت خدت 50% على سعر الماسوره نفسها، ال 50% التانيين بتبدا ايه تحطهم بقى للحفر وللتركيب وللرد. طب السعر ده اللي انا 20% هنا، هل ال 20% هنا ممكن تزيد؟ خد بالك من سعر الحفر يا باشمهندس. طب ليه انا حطيته هنا 20 وحطيت للتركيب المواسير 20 وحطيت للويرنج تاب والدفان 10، شريط التحذير والدفان دي؟ عشان كانت الارض سهله، الارض سهله في الحفر. لو الارض صخريه البند ده هو يترفع ممكن ل 40%، تمام؟ تاخد بالك من الحته دي. لو كانت ارض صخريه، الكيس ستادي الاولانيه عندنا على فكره، لاحظ هنا على فكره الكوانتيتي بير داي بيعمل 25 متر طول. احنا كنا هناك لو تفتكروا كنا بنتكلم تقريبا في 8 متر او 10 متر، تمام؟ دي معدل الانتاج اليومي، معدل الانتاج اليومي في الحفر، تمام يا باشمهندسين؟ فمعدل الانتاج اليومي في الحفر هنا كام؟ هنا 25، هناك كان 8. فهنا كانت الارض سهله فحطيت له كام؟ النسب دي بتحطها بتتبني مع بين انت ومدير المشروع وصاحب القرار، يعني ممكن ما يكونش مدير المشروع صاحب القرار، انت توصل لصاحب القرار وبتبدا توزع النسب دي. انا الحفر هياخد كذا، وخاصة لو مكتب التسعير، لو انت عندك مكتب تسعير هم اكتر ناس بيبقوا اوير ايه الناس اللي لسه خاصه في تسعير المناقصات والكلام ده كله، بيبقوا حافظين المشروع ويبداوا يحددوا لك ايه الكلام ده. فالنسبه دي قد ترتفع لو كانت الارض صخريه، تمام؟ بتبدا تعمل ايه؟ وصلت انت، انا عايز اوصلك للشده، وصلت للشده انت كده خلاص عرفت ايه؟ عرفت الفكره اللي بعد كده بتبدا بقى تشتغل شغلنا الطبيعي العادي خالص اللي ما فيهوش اي تعديل. يبقى اذا اول خطوه بنبدا نفتح البيو كيو، ثاني خطوه بنبدا يتعمل لها حصر بمساعده المكتب الفني، ثالث خطوه بتبدا توزع النسب البند، لان البند بيبقى جاي لك، البند بيبقى جاي لك كله على بعض، يقول لك توريد توريد وتركيب المواسير، والبند يشمل اعمال الحفر وفرش كذا، ممكن اقول لك ايه البيدنج الليفل ممكن يكون يحملها كمان ايه تحتها، يعني انت تشوف انواع البند ازاي، ايه هو البند. بتبدا تكسر البند وبياخد نسب، بياخد نسب من 100، يعني مثلا دي تاخد 10% تاخد 20%. واهم نقطه، اهم نقطه انا يهمني ان تفهمها النهارده، لو كان البند بتاخد فلوس على التوريدات، في ناس بتحط لك طبعا هنا حاطط 50% ودي طبعا الاونر محترم جدا، في اونر تاني يديك مثلا 30%، في اونر يديك 20%، فاذا النسبه دي هتتغير. يبقى اذا النسبه ده بتتغير بناء على ايه؟ بناء على
المالك وبناء على العقد، يعني العقد بيقول لك انت هتاخد 50% من التوريد او 30% من التوريد، تبدا تعدل النسبه. المهم انت، انا عايزك توصل لفكره ان توزيع النسب، توزيع النسب الاولانيه في الماتيريال، توزيع النسب الثانيه اللي خاصه بالاعمال، لان البند ما بيجيلكش بند بند صريح، فبيجيلك ايه؟ وفي بنود، في بنود ثانيه وخاصه في مشاريع الكونستراكشن بتكون مجمعه. يعني ايه؟ يعني مثلا تبدا تجمعها تجمعها، يعني في بند مثلا يقول لك مثلا اعمال اقطار اسلاك، خاصه في اعمال الكهرباء مثلا، اسلاك كذا وكذا 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 وكذا، فانت عشان ما تتوهش الناس تيجي مجمعهم كلك على بعض تيجي كاتب اعمال الكهرباء، دي مش مشروع يعني، دي طبعا مش الكيس ستادي بتاعتنا، يعني اعمال في الريزدنشال بيلدينج او المباني السكنيه او المباني المهم يعني في اعمال في اعمال الكونستراكشن عموما، بتلاقي بنود تبدا تجمعها، يبقى في بنود بنكسرها في في انشطه في البيو كيو بتتكسر، وفي انشطه في البيو كيو بتتجمع، تتجمع وتتكسر بناء على اليه تنفيذ العمل في الموقع. تمام؟ وبرضو اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع، يعني مثلا لو اشتغلت على البي او كيو ممكن تتشتت وتروح في الهواء، ولو اشتغلت ولو جمعت كتير ممكن ما يبقى البرنامج بتاعك مختصر، فبتبدا توازن حسب طريقه تنفيذ العمل. بتوصل للشده، وصلت للشده احنا كده خلصنا، بنبدا نشتغل على الكيس، بتبدا تشتغل حضرتك على الكيس ستادي اللي احنا اشتغلنا عليها، اصبحوا الاثنين مع بعض، دي اللي كان الاختلاف الوحيد بين الكيس ستادي الاولى والكيس ستادي الثانيه، دي الكيس ستادي البرايس بير يونت. تمام كده، اول نقطه في محاضره النهارده هتكون خلصت. هنبدا بعد كده اللي هي اعدادات الطباعه، اعدادات الطباعه، حتى انا نسيت النقطه الثالثه، لو حد بس فاكر يفكرني بالنقاط يبعتها لي. اعدادات الطباعه يا باشمهندس بتخش هنا، الابديت، افتكرت عمليه الابديت، النقطه الثالثه هتكون الابديت. اعدادات الطباعه بتبدا، خد بالك من اقصى اليمين من فوق هنا، وممكن لا مثلا ايه من 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 ايديت مثلا، وتبدا تظهر ايه اللي انت عايز تظهره، من فايل اسف، تبدا تظهر اللي انت عايز تظهره. مش هتكلم في الحاجات دي اللي انا مشروحها كتير، هنعدي عليها بسرعه. يعني اعدادات الطباعه بتبدا تجهز الطباعه بتاعتك، وخد بالك بقى يا باشمهندس، لاحظ ان هنا الملف ده احنا عاملينه ايه؟ لاحظ هنا ايه؟ حاجات جايه من الكاد، يعني الورقه دي الملف الاساسي، يعني مثلا دي الملف دي جاي من وورد، تمام؟ الملف دي جاي من كاد، الملف دي مثلا كذا، الملف دي جاي من اكسل، الملف دي اللي شرحته المره اللي فاتت، الملف دي جاي من برمافيرا، تمام؟ انا بشتغل على 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 بي دي اف فاكتوري برو، برنامج ظريف كده طباعه وهمي، بنبدا نجمع الملفات دي مع بعضها وننسقها. في دلوقتي حاجات تبع ادوبي بي دي اف، حاجات تبع ادوبي بتبدا تجمع الحاجات دي وترتبها برضه. المهم طريقه ترتيب العمل، بتبدا حضرتك تعمل، تخش على الطباعه، بعد ما فتحت صفحه الطباعه كده عندك، هي طبعا عندي هنا هتلاقيها هنا منسقه عشان الطباعه متظبطه يعني عندي. طيب لو هي مش متظبطه عند حضرتك، بتبدا تخش من هنا وتلاقي كانك بتشتغل عادي زي الوورد عادي او اي اعدادات طباعه عاديه خالص. هتحط بقى الايه؟ مقاس الصفحه على سبيل المثال، انا بعدي على الحاجات دي بسرعه. انت هتشتغل على A3، وعاده في شغلنا يا باشمهندسين بيكون A3. تمام؟ طيب بعد كده عايز بقى الهوامش، الهيدر، الحاجات اللي في الهيدر، مثلا عايز تضيف حاجه مثلا في الهيدر، تخش مثلا هنا تحط اللوجو، زي مثلا احنا لو تلاحظ هنا هتلاقينا في حاطين اللوجو بتاع المالك والاستشاري والمقاول، تبدا تحطهم. طب ازاي بتحطهم؟ سهله مش صعبه، هتحاول فيها مش هتلاقيها فيها صعوبه، مش عايزه حاجه، تخش على موديفاي، وبعد كده تخش هنا يفتح لك القائمه بتاعه الخاصه بالجهاز بتاعك، وتشوف اللوجو اللي انت عايز تحطه ايه. مثلا عايز نحط مثلا اللوجو ده، وتقول له اوكي، وتبدا بقى ايه تعدله وتنسقه زي ما انت عايز. تمام كده، حطينا اللوجات كلها والكلام ده كله، وقعدت تجربها، مش محتاجه ايه، مش محتاجه مني ان انا اعملها لك يعني. دي اول خطوه. بعد كده بتخش بقى تقول له مثلا برنت، بتختار، اتمنى بس ما يضيعش وقت في الطباعه، احنا كنا كنسلنا خلاص. اوكي طبع اهو، تمام. انا كده برنت على ايه؟ على اللي خد بالك من فوق، على البي دي اف فاكتوري برو، برنامج سهل وظريف وسهل في الطباعه، انا بشتغل عليه ولكن في حاجات نازله احدث دلوقتي، انا شغال من زمان عليه يعني. تمام، طبعت انت ايه؟ طبعت ال 16 ورقه بريمافيرا.
بعد كده مثلا بتخش على عايز تطبع مثلا اي ورقه من ملف تاني مثلا، لو ممكن ايه اهي، بس دي طبعا صعبه في الطباعه مش هنعرف نطبعها للاسف. ايا كان يعني، لو هتطبع ورقه تانيه هتظهر لك هنا، تبدا ايه، لازم نجرب ورقه، لازم نجرب لكم ورقه كده عشان مش عايزين نضيع وقت عشان عندنا حاجات كتير. ايوه الاي في دي اللي كنت ناوي اشرحها لكم بس للاسف مفيش وقت. بتخش على دي برضو تقول له ايه، تقول له برنت، اتعدل بقى الطبعه، تقول له ايه بي دي اف فاكتوري برو، انا عايزك توديها لي على البي دي اف فاكتوري برو، وتقول له برنت. تمام يا باشمهندس، حطها مثلا على سبيل المثال دي الكفر، تيجي ساحبها لفوق كده وتبدا ايه، تبدا تنسق، فجات لك في الاول، بعدها جالك الايه، بعدها جالك الملف بتاعك، تبدا تنسق توصل للشكل اللي زي ما حضراتكم ايه شفتوه ده، اللي هو ايه تقديم البرنامج كده الطباعه، وهتعيش حياتك فيها. يتبقى معانا عمليه الابديت. الابديت تمام، ازاي نعمل ابديت؟ هفتح هنا ونقول له كلوز، ناخده مشروع كده سريع. انت بعد ما عملت البرنامج يا باشمهندس بالطريقه ده، بعد ما عملته بالطريقه دي وقدمته للاستشاري وخد ابروف، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ طبعا انا بسلق الحاجات دي للاسف وما بشرحهاش بتمعن، بس هي ايه ان شاء الله سهله ومشروحه على النت، انا بعدي عليها بسرعه لانها مشروحه كتير، حاجات اللي كانتش مشروحه كنت بتك عليها شويه يعني بشرحها بالتفصيل. البرنامج بتاعك خد ابروف، اول ما بياخد ابروف بتبدا تعتمده، اصبح كده بيز لاين عندك، يبقى الخطوه الاولى اصبح بيز لاين. طيب بعد كده بنعمل ايه، بناخد منه نسخه وبنحوله لايه، بنحوله لايه، للابديت. يبقى عندي كارنت بروجكت وعندي البيز لاين، بتقول له بقى من بروجكت، بعدين تقول له ايه من تيم بيز لاين، وتيجي معلق ايه، لو طبعا ايه تقول له اد، طبعا عايز طبعا هنا ايه، تقول له اد بيز لاين، بتضيف البيز لاين بتاعك، هيقول لك انت عايز، طبعا انا هنا ضايف البيز لاين اهو، فيقول لك انت عايز، خد بالك من الحته دي، يقول لك سيف ا كوبي اوف ذا كارنت بروجكت از ا نيو بيز لاين، ولا convert another bridge line to a new base line of the current project. يعني انت عايز البرنامج بتاعك اللي انت فاتحه ده هو ناخد منه نسخه بيز لاين، طب ايه هي البيز لاين وايه هي الكارنت؟ بص يا باشمهندسين، اساس التخطيط في الاول كان شغال مانوال، والبرمجه دي اتحولت من مانوال لبرنامج، فكانوا الاول بيعملوا ايه؟ بيرسموا البرنامج على بيرسموا، وما زلت على فكره انا بعمل الطريقه دي، على فكره بعمل طريقه مبسطه كده للمديرين المشاريع اللي هم مش بيحبوا البرمجه قوي، يعني حتى انا ما زلت متمسك بالطريقه دي لانها بطريقه مختصره وظريفه جدا. كانوا بيرسموا المشروع على لوحه كبيره كده، على سبيل المثال على A0 تمام، وبيقوا لازقينها على الوورد، وبيجي جايب ورقه شفافه اللي هي الورق الكلك ده، ويلزقها فوق منه تمام، اصبحت اللي تحت اسمها ايه بقى بلغه البرمافير، اصبحت بيز لاين. طب الورقه الشفافه اللي هي بيضه ده، اللي هي البيضه ده اللي هي ايه بقى، اللي هي الكارنت. طبعا الكرنت دي شفاف جايب شكل البارات تحت منه، طبعا هي كانت تبقى خاصه بالايه، بشكل البارات ده، يعني ظاهر فيها البارات هيبدا امتى وينتهي امتى. اوريها لكم اهيت، يعني اوريك الفكره اهي، يعني هي تقريبا عندي في مشروع على ما اتذكر اهي يا باشمهندس، ايوه بنفس الطريقه كده. بص يعني دي برنامج كانوا بيعملوها كده بالاول، كانوا بيعملوها بنفس الطريقه كده قبل ما تظهر البرمافيرا والكلام ده كله، يقول لك مثلا ايه الحفر هيبدا امتى، ودي على فكره وما زال الطريقه تحترم، الحفر هيبدا امتى، وتلاحظ ان فيها كل التفاصيل، والناس اللي مش حابه البرمافيرا برضو ممكن تشتغل بنفس الفكره ده، ودي على فكره الناس المتعمقه في التخطيط ودرس تخطيط كنا بندرس الكلام ده في الدراسات العليا، يعني ازاي تعمل الكلام ده كله، انت طبعا ما عندكش برمافيرا، فكانوا بيشرح لك بالطريقه دي، فيقول لك مثلا ايه، ايه اسم النشاط، ايه النشاط هنا، بيقول لك مثلا صرف خطوط رئيسيه، حفر يعني، بس انا طبعا صرف خطوط رئيسيه، متاح وغير متاح، يعني متاح للعمل به وغير متاح للعمل به، طب كميه المتاح قد ايه، 10721، طب الغير متاح 15000، يا تقريبا 15 بس الواحد مش باين اهوت، 15161، طيب معدل الانتاج،
8 باليوم. طب انت هتشتغل حفار ولا ترانشر؟ لا حفار. هتبدا امتى؟ هبدا 3 7. هخلص امتى؟ هخلص 1 9. طب جبت التاريخ دي ازاي؟ جبت التاريخ من قسمت الكميه اللي هي ال 10000 على 8 اللي معدل البوكلين الواحد في 32 بوكلين، فاديتني التاريخ دي. بتبدا اذا البرنامج ده، اذا هو برنامج بسيط اهوت، بس فيه ايه بقى؟ فيه البدايه والنهايه. فيه طبعا ما فيهوش كوست، يعني ما فيهوش التكلفه، ممكن بقى تجيب التكلفه وتضيفها انت تطورها. في معدل الانتاج، فيه المعدات اللي انت محتاجها. تمام؟ وبتبدا بنفس الطريقه، كانوا الاول بيعملوا بنفس الطريقه كده، يعني الناس القدام اللي كانوا شغالين بيعملوا بنفس الطريقه، ويجمعوا ويطلعوا بقى الهيستوجرام. بيجمعوا الهيستوجرام في الاخر، بيجمعوه ازاي؟ بيجمعوه هنا في الاخر، يعني مثلا هنا مثلا 32 بوكلين في اليوم، يعني كل يوم 32 بوكلين. ولاحظ ان تحت ايه؟ مديان 26. على فكره الرقم دي انا مشيك بينه وبين البرمافيرا، البرمافيرا بتبقى ادق في الكلام ده. تمام؟ طيب انت لو هتعمل بالطريقه الظريفه مثلا، لاحظ هنا في الاول ان النشاط مش بادئ من اول يوم، وطبعا دي ايام، يعني الخطوط الصغيره دي ايام، طبعا هو مش بادئ من اول يوم. فجي تحت خالص ما قالكش 32، قال لك 26. ليه؟ لان انت مش بادئ من اول يوم في النشاط. بتبدا تجمع، ادي اللون، كان اللون الاخضر دي بوكلين واللون الاصفر الترانشرات. تبدا تجمع، تقول انا عندي هنا بوكلينات، تنزل تحت بنفس الكولوم دي اللي هي الايه، المعدات المطلوبه في شهر جولاي، يعني في شهر 7 مثلا. تمام؟ طيب في حاجه ثاني؟ في حاجه ثانيه؟ لا ما فيش. تحط تنزل هي ال 26، ودي طبعا وعلى فكره الناس دارسه تخطيط صح في الكليه بيشتغلوا بالطريقه دي. 32 مثلا هنا، طب نتكلم بقى في شهر اوجست 32، وعندي هنا لاحظ هنا طبعا الاصفر مالكش دعوه بيه لان الاصفر خاص بايه؟ بالترنشرات. خاص هنا عدد 4 بوكلين، يعني اذا 32 جمع 32 و4، بس 4 مش هيبقى 4 هنا لان مش بادئ من نفس اليوم، هتبقى اقل من 4. وهنا برضو 5، بس مش هتبقى 5، اقل من 5. بتبدا تجمعهم، وفي هنا برضو ايه 10 بوكلينات بس باديه من النص، يعني ممكن يكونوا 5. تبدا البرمافيرا بتبدا انت تجمعهم بالظبط وتشتغلهم، بيطلع لك 41. فاذا هنا بورقه صغيره كده، يعني بدل معمعه البرمافيرا، وفي ناس عندها فوبيا البرمافيرا، الناس الكبار خاصه في السن اللي ما يبقى عندهم ما بيحبوش البرمافيرا، فبتبدا تعمل لهم برنامج ظريف بالطريقه دي، فيه المعدات وفيه معدلات الانتاج وهيبدا امتى واجمالي المعدات اللي انت عايزها خلال الشهر، يعني الرقم اللي تحت ده اجمالي المعدات اللي حضرتك عايزها خلال الشهر، اللي هو الهيستوجرام اللي بيطلع على البرمافيرا اللي حضرتك، اللي هو ده. تمام؟ اللي هو الهيستوجرام ده اللي طالع مثلا اوجست والكلام ده كله. كانت بقى ايه؟ كانوا الاول بيجوا عاملين حاجه زي كده ويلزقوها على حيطه، ويجوا جايبين عليها ورقه شفافه ويلزقوها عليها. اصبح ده اسمه البيز لاين، والورقه البيضاء والورقه البيضاء اصبحت هي الايه؟ الكرنت. فبيجي يقول طب لو البار بدا يوم 7/3، بيجي رسمه يحطه 7/3 زي ما يبدا يعلم. طب لو خلص، لو ما خلصش مثلا 1/9، لو ما خلصش 1، طبعا كانت العمليه معقده وصعبه طبعا في التعديل. طب لو خلص مثلا 1/10، فتلاقي البار اتمد. ودي الفرق بين الكرنت والبيز لاين اللي البرمافيرا بتعمله. تمام؟ اصبحنا احنا بنعمل ويبدا يعمل الكلام ده كله، ويبدا يحسب بقى التاخير والكلام، وحصل تاخير. طبعا النشاط دي مرتبط فينش تو ستار، فاذا في الكرنت لو دي خلص مثلا 1/10، فاذا 1/10 هيبقى هنا، اذا النشاط ده مش هينفع يبدا 1/9، هيبدا 1/10 فهيتاخر. بس البيز لاين ثابت، هي البرمافيرا بتعمل الكلام ده بالظبط، ودي الفرق بين البيز لاين والكرنت. تمام؟ بعد كده ممكن تظهر الكلام ده ازاي بقى في البرمافيرا؟ بتضغط كليك يمين، والبار تشارت، اسف، من البارز، وتبدا تظهر ايه؟ تشوف حاجه هنا تلاقيها بيز لاين، شوفها مع بعض هنا. اهي بيز لاين، وتنزلها بقى، خد بالك يا باشمهندس، ايه؟ تنزلها تحت مثلا ايه؟ تحت طبعا دي اللي واخد اكشوال، الازرق دي اللي واخد اكشوال، والاخضر دي اللي هو اللي عليه فلوت الرننج او الرننج والان بروجريس، ودي الايه؟ الاحمر اللي هو الكريتيكال، انتوا عارفين الالوان. تمام؟ فبتبدا تنزله تحت هنا كده، تقول له ايه؟ انزل تحت يعني حتى لو مش عايز تنزله يعني مش مشكله، بس انا ايه؟ عايز انزله ايه؟ تحت
تحت الانشطه، تحت يعني عايز البيس لاين يكون تحت وفوق منه الكارنت، وتقول له ابلاي واوكي. بص يا باشمهندس، ظهر عندي هنا بار اهوت اللي هو اللي هو ايه؟ اصبح دي البيز لاين اهوت، ودي الكرنت. البيز لاين ما بتحركش في تاخير، وتلاحظ ان النشاط دي كان المفروض يبدا هنا، ولو انت عايزين تكبر بقى البيز لاين تخلي شكله مثلا شبه، انا مش عايز بس اضيع وقت في الحاجات دي، عايز شكله مثلا شبه اهو، يعني عشان يبقى نفس البار واضح. يعني اصبح هنا البيز لاين اهو، دي الحاجات اللي اللي فوق بعضها دي خلصت في وقتها. طيب بتبدا انت بقى تحدث. طب ازاي نحدث؟ في كذا طريقه من التحديث، انا هستطرق لطريقه سريعه. تمام. مش على ديتيلز. هستطرق انا للطريقه سريعه النهارده، في مثلا على نشاط مثلا زي ده، وفي طبعا ثلاث انواع من لو انت اشتغلت ديوريشن ولا شغال فيزيكال ولا شغال يونت. انا عاده بصراحه بشتغل ايه الفرق بين الاثنين باختصار كده، اليونت لو كانت وحدات، وطبعا توريد وتركيب مثلا كذا وحدات كذا فيبقى يونت، الديوريشن لو انت شغال بالمده، الفيزيكال لو انت هتقدرها ايه، لو انت هتقدرها بالموقع بالظبط وتقيسها بالظبط، بس تاخد منك مجهود كبير. تمام. عايز تعرف الفرق بينهم دول، ممكن ايه ياخدوا شرح، يعني ايه شرح تفصيل كتير قوي، يعني ممكن ايه نفسرهم في وقت سابق وقت تاني ان شاء الله. بتيجي مثلا انت ايه نشاط زي ده، بدا امتى؟ والله بدا مثلا بدا بدا امتى؟ بدا مثلا يوم بدل ما 20 بدا يوم 29، بتعرف التقرير دي من الموقع وتقول له سلك. طب النسبه كام النهارده؟ والله النسبه مثلا تحط ممكن النسبه مثلا 90% او خلاص، اول ما تقول له لو بدا وخلص خلص هيتحول اوتوماتيك 100%. وبتيجي عام حضرتك عامل ايه، عامل سكادول بتاريخ مثلا ايه النهارده وتقول له سكادول. تمام. طيب انا عايز ايه نعرف انا فين في لي اوت، انا هبعته لكم النهارده ان شاء الله مع الاكسل اللي هو ايه، انا عامله لي اوت خاص بيا، انا عامله بالابديت. تمام اهوت، هبعته لك وهقول لكم دلوقتي ازاي تصدروا اللي اوت. ايه هو اللي اوت دي بقى يا باشمهندسين؟ اللي اوت ده وحضرتك انت ممكن تلتزم بيه، بس انا من وجهه نظري شايفه كويس، ممكن حضرتك تزود عليه وممكن تقلل. تمام. إيه اللي اوت، كبر بس الصفحه دي كده عشان تبقى ايوه بقى ظاهره كده. اللي اوت دي يا باشمهندس خاص بايه بقى؟ الاوريجينال ديوريشن او ار، والاختصارات دي ممكن حضرتك تعملها مثلا بدل ما تكتب الاوريجينال، بدل ما تظهر مثلا الاوريجينال ديوريشن ممكن ايه تعدلها زي ما انت عايز. بتعدلها ازاي؟ تقول له هنا مثلا تقول له ايديت ايديت كولوم، تبدا تسمي ايه الاختصار، الاختصار يعني مثلا اس بيرسنت سي، وبحطت انا بي في بيرسنت. تمام. هنا لو دخلت هنا لو عملت كليك يمين على اللي اوت هتلاقيه يقول لك ايه السكادول بيرسنتج كومبليت، بس انا مختصره عشان ايه لو سبت الرقم زي الكتابه زي ما هي هتاخد وقت ايه، هتاخد وقت كبير، هتاخد يكون عرض الكولوم عريض جدا. تمام. فانا بنحط مثلا الاكتيفيتي اي دي، ملوش لازمه ممكن ما تحطوش، وبعد كده الاكتيفيتي نيم، اسم النشاط، مده النشاط. طيب مده النشاط نعمل له سيبان، نفتح النشاط. مده النشاط كام حسب الاوريجينال ديوريشن؟ طيب البيز لاين ديوريشن، المده في البيز لاين كانت دلوقتي كام؟ طب ايه الفرق؟ في فرق بين المدد في الاختلاف الفارينس بيز لاين بروجكت فينيش ديت، وبعد كده البيز لاين ستارت والبيز لاين فينش، يعني في اللي انا قلت لكم الفرق بين الاثنين، الورقه اللي بتتلزق، الورقه اللي ان البيز لاين له بدايه ونهايه، والكرنت له بدايه ونهايه، والستارت والفينش، والفارينس بيز لاين والفارينس بيز لاين فينش ديت. وممكن تستعوض عن الفارينس بيز لاين هتلاقي نفس الارقام، على فكره مفيش اختلاف بينها وبين البيز لاين بروجكت ديوريشن، الفرق بين الاختلاف. وبقى اهم حاجه بقى، انا اهم حاجه عندي ايه بقى؟ السكادول بيرسنتج كومبليت، واللي هو ايه؟ اللي هو البلاند فاليو بيرسنت. طبعا الحته دي هتلاقيها صعبه شويه، مش هتستوعبوها لانك لازم تكون فاهم ايه الايرند فاليو. تمام. طيب اختصارا لكده انا هبعت لك اللي اوت طبعا، وعندك البرفورمانس برسنتج كومبليت. طبعا السكادوال برسنتج كومبليت ايه هو؟ البرفورمانس برسنتج كومبليت النسبه المخططه، دي النسبه اللي كنت مخططها، ودي النسبه الفعليه اللي انت عملتها. ولما نيجي نطلع فوق كده مثلا يقول لك ايه، ادي النسبه اللي انت كنت مخطط بتاريخ النهارده تعمل كام؟ تعمل
ومحدش يقول لي بقى في سالب هنا لان في كونسترين يعني، وانا مش ايه ما واخد الكرنت ومعدل عليه. طبعا ما ينفعش، لازم تعدل هنا في على فكره سالب طالع اهوت. ليه؟ لان في كونسترين وانا رافع كليم. يعني القصه دي ان انا رافع كليم ومش عايز اسيب كونسترين، وعمال نطالب على المالك واضغط على المالك سياسه عمل يعني، تمام. ولكن في التقديم ومش راضي نشيل، مش يعني ايه، ومش لا مش راضي نشيل الكونسترين دلوقتي لحد ما ناخد حقي في المطالبه، تمام. انا عايز بس نقول لك نتكلم مع بعض هنا الايه، الاسكادوال برسنتج كومبليت اللي هي البلاند فاليو او القيمه المخططه في الميه، تمام. كانت 23. في 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 خطا في خطا في الصوت يا مهندس عمر؟ لا يا باشمهندس، الصوت تمام. صوت تمام، طيب كويس، عشان جات لي بس رساله. بعد كده يا باشمهندس حضرتك احنا قلنا الاسكادوال برسنتج كومبليت، واللي بعدها دي بقى ايه، البرفورمانس برسنتج كومبليت. يبقى دي النسبه انا كنت بتاريخ النهارده على سبيل المثال 15/7 كنت مفروض نعمل كام؟ كنت حضرتك مفروض تعمل 23%. طب عملت كام؟ عملت 14%، تمام. طيب بالنسبه للفلوس بقى، كنت مفروض تعمل تاخد 32 مليون. انت عامل شغل بكام؟ ب اللي هي البلاند فاليو، عامل شغل ب 52 مليون الايرنت فاليو، القيمه المستحقه. يبقى دي البلاند فاليو البي في والاي في الايرنت فاليو. طيب الفاريانس، السكادوال فاريانس، الفرق بين الاثنين. طبعا البرمافيرا لما يكون حاجه سالبه بتحط لك بين قوسين، انت في تاخير عندك بالايه؟ ب 29 مليون. اهم حاجه بقى يا باشمهندس اللي انا عايز اوصلك لها الايه؟ اللي هي السكادوال بيرفورمانس اندكس او الاس بي اي. دي اهم حاجه. طالع عندك كام؟ ب 64%، يعني زي الزفت، شغلك زي الزفت اصلا مفروض، ومعظم العقود بتقول كده يعني. لو قل عن 80% اللي او قل عن 8 من 10 المفروض يسحب منك المشروع، تمام. طيب الاكشوال توتال كوست على فكره هتلاقيها هي 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 الايرند فاليو، لان الاكشوال هي القيمه الفعليه، تمام. هو هي ايه؟ وهي هي الايرند فاليو، وده البادجت توتال كوست، التكلفه الاجماليه للمشروع. انا اللي اوت دي هبعته لك، تمام، بحيث تفتكر وتعمله. وان شاء الله في الكوست كنترول هشرح لك الايرند فاليو يعني ما لذ وطاب فيه. لاحظ انا عايز بس اوصلك لحته وخطا بيقع فيه نسبه كبيره من المهندسين. انا هنا ما جبتش اي حاجه فيها سي اللي هي الكوست، خد بالك. انا ايه؟ اس ايرند فاليو. اوعى اوعى تقول لي الكوست فارينس يا باشمهندس، السي في اللي هي الكوست فارينس. ليه؟ لان غلط، الرقم هيديك غلط. والسي بي اي الكوست بيرفورمانس اندكس، اوعى تظهر الكوست بيرفورمانس اندكس لانه خطا. ليه بقى يا باشمهندس؟ هيديك انديكيشن خطا، لانه هو بيعتبر الاكشوال كوست هي البلاند فاليو. يعني بيعتبر ان البلاند فاليو هي القيمه المخططه، هي القيمه الفعليه. طب لو انا عايز، لو عايز بقى اطلع قيمه بالظبط، لو عايز تطلع السي بي اي دي في الكوست كنترول، يعني بتخش في الاستاتس هنا وتيجي تقول له ايه البادجت بقى، تحط كذا وحصل فعليا كانت كذا، وتبدا ايه تدخل بقى التكلفه بالظبط، وتظهر تظهر الكوست على فكره هنا، يعني بدل ايه الليبر كوست واللان ليبر كوست والكلام ده كله والماتيريال، وتبدا تقول له الماتيريال يعني قصه ما نستطرقهاش. طب انا عايز ناخد حاجه تديني مؤشرات كويسه ومعدل اداء كويس، تشتغل بالسكادول. ليه؟ لان تايم مع فلوس. ما قارنتش انا فلوس بفلوس، انا بنقارن وقت مع فلوس، تمام. لو قارنت فلوس بفلوس يبقى لازم تدخل الفلوس الفعليه، مش هنستطرق اكتر من كده. طيب انا لما هبعت لك اللي اوت يا باشمهندس حضرتك هتستورده ازاي عشان تظهر لك نفس الشاشه دي بالظبط، تمام. بتخش على الاوبن هنا وتقول له نو، خد بالك من نو. وعندي هنا امبورت واكسبورت، تمام. يعني مثلا انا هنعمل مثلا ايه، نعمل لك مثلا الاداء اسمه ابديت سكادول، هتقول له اكسبورت وتحطه مثلا على ديسكتوب اهوت، وتسميه ابديت سكادول وسيف اوكي. طب انت عايزه حضرتك هتيجي تقول له مثلا ايه، هتقول له امبورت وتشوفه مكانه فين وتقول له ايه اوكي، بسيط جدا يعني. فانا هبعت لك الايه اللي اوت وتفتحه بيظهر لك بالشكل دي. اذا كده احنا خلصنا النقطه الاولى اللي هي اللهم صل على الحبيب مصطفى، اللي هي البرايس بير يونت. لو كانت عندي الكيس ستادي برايس بير يونت. النقطه الثانيه اعدادات الطباعه. النقطه الثالثه اللي هو التحديث، وانا ما اديتهمش حقهم بصراحه، ولكن انا ايه لا هنخلص النهارده.
ولو في اي استفسارات يعني، ولو حابين نقطه من دول نستطرق فيها في محاضره تانية ممكن نعملوا ايه فويتنج عليها وتشوفوا ايه النسبه الكبيره ونديها لكم، مفيش مشكله.